الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد بلد جسد رسو جسو نضو عزو له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مساوي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير إلا هو ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أقفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الكريم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحة سيدي فرمائي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا،
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أستغفر الله أستغفر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ارحم الراحمين ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری خطاؤں کو دور فرما دیجئے اپنی رضا اپنی محبتوں سے نواز دیجئے الہ العالمین اپنے قہر سے غضب سے ناراضگیوں سے ہمیں نجات کاملہ عطا فرمائیے بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما دیجئے مرحومین مرحومات کی کامل مغفرت فرما دیجئے شمیم بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں دعا کیجئے اللہ پاک کامل شفا نصیب فرما دیں نسیم صدیقی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے دعا فرمائیے اللہ پاک انہیں بھی کامل صحت یابی عطا فرما دیں حاضرین مجلس میں سے جو جو بیمار ہیں جو جن جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم فرما دیجئے سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے سب کے مرحومین مرحومات کی کامل مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات کو بلند فرمائیے الہ العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے بدحالیوں کی جگہ خوشحالیاں نصیب فرما دیجئے ہماری آزمائشوں کو دور فرما دیجئے ہمارے ملک پاکستان کی سیاست کو یہاں کی معیشت کو استحکام کامل نصیب فرما دیجئے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائیے اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما دیجئے یہاں کے رہنے والوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائیے عزت و آبرو کو محفوظ بنا دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین